اسكندريه ومن اعلى مسرحيه ومسرح عربي منظره. بينورني النهارده وبيشرفني استاذنا سليمان عيد. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. مبروك على عربي منظره. الله يبارك فيك. ربنا يخليك. الاسم حلو قوي. ما هو ده معنى المسرحيه، ان الناس اللي بتتمنظر، واحنا عندنا كتير قوي في البلد بيحبوا المنظره، بتجيب مشاكل للي بيعمل منظره، لكن اللي بيعيش بطبيعته وعلى قده وبظروفه العاديه هو ده الانسان، ده المورال بتاع المسرحيه اللي احنا بنقوله. دور حضرتك اسمه ايه؟ انا جمعه منظره. الله، ده كمان هو عربي منظره. هي عيله كلها متمنظره. عيله كلها منظره. كلها عيله متمنظره، يعني حابه نفسها قوي، شايفه نفسها وبتعمل حاجات مش بتاعتها عشان يظهروا قدام الناس بشكل يعني شيك قوي بتاع، فبيحصل لهم مشاكل كتيره جدا نتيجه المنظره دي، وده اللي بنقوله يعني في المورال. لكن الضحك بقى ليه حكايات تانية ما اقدرش احرقه لك. يعني حضرتك وسامح عاملين شغل حلو قوي مع بعض. الحمد لله، ده حقيقي. مش اول مره مع سامح، انا عملت معاه فيلم اسمه كلب دليلي، وعملت معاه فيلم اسمه جيران السعد، ومسلسل هينزل عليكم في الحياه اسمه سرايا حمدين، وعملت معاه 5 اجزاء لمسلسل اسمه قبطان عزوز. ودي وعملت معاه فيلم كمان مؤخرا اسمه الرجل الاخطر. وشوف كل ده تعاملات في كلها الحمد لله اعمال يعني الناس بتقابلني بيها، بالذات مثلا جيران السعد ده الاطفال بتحبه جدا، وكلب دليلي برضه كان فيه اطفال، وقبطان عزوز، كل دي كانت حاجات. لكن الرجل الاخطر مش اطفال بس، يعني اطفال وكبار وكده، مسرحيه هنا اطفال وكبار وكل حاجه. فالمسرحيه طبعا كنا حريصين جدا ان ما يبقاش فيها لفظ خارج او يخدش الحياه او افيهات فيها معنى مش كويس او كده، لان هي دي شخصيتنا انا وسامح ومعظم اللي شغالين في المسرحيه، كلنا يعني بنحترم نفسنا يعني. فعاملين ضحك العائله كلها تتفرج عليه، يعني اي واحد يتفرج عليه يبقى مبسوط، وافيهات ما تتنسيش. زي ايه؟ لا ما هو زي ايه دي انا مش الافيه جماعي. حد بيقول وحد بيرد عليه، حد بيتكلم وحد بيعمل فيه، فاحنا كلها يعني منظره في منظره. يعني احنا حتى لما شفت الديكور، او انتوا يمكن حارقين الديكور، الديكور مش بتاع شقه في حي شعبي قديم، فدي من ضمن المنظره يعني. فاحنا كمان فاهمين ان المنظره غلط، بنلبس لبس كمان مش بتاع الشخصيات دي، لبس قديم قوي على انه ده منظره. فبنبالغ قوي لدرجه ان الضحك، يعني كل ما بنبالغ كل ما الناس بتضحك على ان احنا عايشين الدور قوي يعني. حكايه كيكي مع المسرحيه؟ والله كيكي كيكي انا لما شفتها استغربت، ايه الناس المجانين؟ تحدي كيكي. تحدي كيكي يعني ايه تحدي؟ وتفتح العربيه وتقعد ترقص العربيه. طب ما توقف العربيه صح وانزل وانزل، او من غير العربيه وارقص. فانت يعني مرتبط بالعربيه، هي كشكل هو ده اللي نجحها، الشكل انك تفتح العربيه لازم تكون حاجه مختلفه، والتحدي انك العربيه ماشيه وبتاع مش عارف ايه. بس في مشاكل كتيره، في ناس بتقع في بلاعه، في ما هو ناس خطر جدا، هو في ناس تحدي صعب قوي. وده بنعمله في المسرحيه برضو على فكره، في عربيه بتدخل وبتنزل تعمل لا تحدي. لا بنعمل الكيكي وبنوريكي الكيكي وبنوريكي بنوريكي المشاكل اللي في الكيكي. طب بتعمل كيكي ازاي بقى في المسرحيه؟ لا عاديه في المسرحيه، بس في الاخر بتخبطوا عربيه. ده هو بيعمل التحدي، بعمل التحدي فبتخبطني عربيه وكده. وبنتكلم على ان الكيكي دوت يعني خلى يعني البلد كلها مولعه، والناس بتتكلم على البنزين. طب انتوا بتتكلموا على البنزين وبتضيعوه في حاجات في راس الكيكي. فتستاهل زياده البنزين، ده المعنى اللي احنا بنقوله، يعني ان بعد الكيكي الحكومه زود لنا البنزين.